أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعي طقس العرب في السعودية، نرحب بكم بهذه النشرة الجوية الرئيسية التي ستكون محاورها كالتالي: استمرار الأمطار على جنوب غرب المملكة، هي أمطار موسمية في مثل هذا الوقت من العام. استمرار أيضا الطقس الصيفي الاعتيادي ودرجات الحرارة حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام طيلة الأسبوع الحالي. نبدأ نشرتنا كالعادة بصور أقمار اصطناعية الملتقطة خلال ساعات صباح اليوم التي توضح انتشار الكميات من الغيوم العالية في أقصى جنوب وجنوب غرب المملكة، هي ناتجة عن تدفق الكميات من الرطوبة قادمة من منطقة بحر العرب، في حين سيكون الطقس صافي في باقي المناطق. ننتقل الآن إلى أخرى توزيع الأمطار من يوم الأحد إلى يوم الثلاثاء، يلاحظ استمرار لهطول بعض زخات الأمطار الخفيفة والمتفرقة على المرتفعات الجنوبية الغربية، تحديدا مرتفعات جازان وعسير والمرتفعات الغربية من منطقة نجران بشكل يومي خلال ساعات الظهيرة والعصر خلال الأسبوع الحالي. تقوم بالمجمل خفيفة الشدة، لكن تكون هناك بؤر غزيرة ضيقة ومحدودة النطاق تعمل على جريان الأودية وأيضا ارتفاع منسوب المياه. باقي المناطق طقس مستقر ولا فرصة أو فرص ضعيفة إلى معدومة لتساقط الأمطار في تلك المناطق. ننتقل إلى أخرى توزيع درجات الحرارة السطحية من يوم الأحد إلى يوم الأربعاء، يلاحظ استمرار سيطرة للطقس الصيفي الاعتيادي في عموم المناطق. طقس حار في المنطقة الشرقية والوسطى والجنوبية، طقس أقل حرارة نوعا ما في المنطقة الشمالية، لكن الطقس يكون أكثر اعتدالا في المنطقة الجنوبية الغربية، تحديدا المرتفعات الجبلية العالية من المنطقة الجنوبية الغربية، والطقس يكون حار على عموم المناطق الساحلية المطلة على البحر الأحمر مع ارتفاع في نسب الرطوبة السطحية، لكن خلال ساعات الليل تنخفض درجات الحرارة خاصة في المنطقة الشمالية ليسود طقس معتدل إلى مائل للبرودة خاصة في فوق المرتفعات الجبلية العالية من منطقة تبوك. نعود للعاصمة الرياض والتوقعات الجوية لهذه الليلة، حيث يسود الطقس غالبا صافي، تتفرق بعض الغيوم العالية مع 29 درجة مئوية. أما بالنسبة للثلاث أيام القادمة، يوم الاثنين تفرق لبعض الغيوم العالية 41 درجة مئوية كحرارة عظمى، أما الصغرى 29، يوم الثلاثاء 41 إلى 28 درجة مئوية، أما يوم الأربعاء طقس غالبا صافي 40 إلى 27 درجة مئوية. إلى هنا تنتهي نشرتنا، إلى اللقاء.